النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، أقامت بورصة البحرين حفلة توزيع جوائز برنامج تحدي التداول الاستثماري تريد كويست للعام 2023-2024. بهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة أن حكومة مملكة البحرين تدرك أهمية دعم وتشجيع الشباب البحريني باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية وأحد محفزاتها الرئيسية، مشيرا إلى أهمية إشراك الشباب في كافة القطاعات الاقتصادية ليصبحوا قادرين على تأدية دورهم الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة عن سعادته بإنجاز هذا البرنامج الذي أتم نسخته 25، حيث أن نجاح البرنامج طوال السنين يعكس الالتزام المتواصل لبورصة البحرين بالتعاون مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، من أجل العمل على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة التي من شأنها تعزيز الثقافة المالية بين الطلبة وإكسابهم العديد من المهارات التي تساهم في إعدادهم للمراحل المقبلة. فزنا بالمركز الأول في مسابقة تريد كويست 2023-2024، والحمد لله إنه وصلنا لهالمرحلة وتعبنا وبذلنا قصارى جهودنا، ونبي نشكر بورصة البحرين لأن أعطونا هاي الفرصة. واجد سعيدين اليوم بفوزنا المركز الأول، ونشكر بورصة البحرين على إن هي منحتنا هالفرصة. نشكر مدرسة النعيم إنهم دخلونا في هالمجال وخلونا نتعلم أكثر وأكثر، والمنتور مالنا استاذة حنان كريمي نشكرها على ان هي ساعدتنا واجه علشان احنا نتعلم اكثر واذكر في هذا المجال. جدا سعيده بفوزنا بالمركز الاول في برنامج تريد كويست، تعلمنا وايد اشياء في هالبرنامج وتخطينا كل التحديات كفريق، واشكر بورصه البحرين على انهم اعطونا هالفرصه. فزنا بالمركز الثالث في تريد كويست 2024، نبي نشكر البحرين بورس كل المشاركين لهالتجربه اللي تعلمنا وايد. قبل أدش كنت متوترة لأن مو تخصصي بانكينج أند فاينانس، تخصصي موارد البشرية، وأحين قاعدة أطلع من البرنامج متحمسة لأني فزت، ونفس الوقت تعلمت أشياء وايد ما كنت متوقعة يوم من الأيام أنا I'll be into يعني trading بشكل عام، فحبيت الفرصة وايد. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأول لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الأول من العام 2024، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
نتابع الآن أداء الأسواق المالية الخليجية. قال مايكل وونغ نائب السكرتير المالي لحكومة منظمة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة. هذا وشرعت هونغ كونغ في السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الشرق الأوسط بما في ذلك المملكة العربية السعودية سعيا إلى توثيق العلاقات وزيادة فرص الاستثمار. وفي العام الماضي تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين نمو صادرات وواردات البلاد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 4.19% على أساس سنوي في الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، فيما ازدادت الواردات بنسبة 6.18% على أساس سنوي. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.